طبعا احنا شفنا كلنا افتتاح مشروع تنمية شرق بورسعيد. النهارده هنتكلم اكتر عن اهمية المشروع ده تفاصيله، لان كان في الاول مش ناس كتير مش واخدة المعلومات بالتفصيل. في الافتتاح اتقال كلام كتير عنه وعرفنا اكتر عن المشروع، اهميته بالنسبة لمصر، اهميته بالنسبة للاقتصاد المصري واعادة بناء مصر. هنتكلم فيه في الموضوع ده مع الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ابو المعاطي، الكاتب جريت الاهرام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير واهلا بحضرتك معانا يا فندم. وطبعا هو مشروع ان شاء الله يعني يبقى جبار وينقلنا نقله اقتصاديه مختلفه. صحيح. نقول للساده المواطنين تفاصيل اكتر عن مشروع شرق التنميه. صحيح. هو يعني المشروع باختصار شديد جدا يعني واحد من المشروعات العملاقه اللي ممكن تنقل مصر نقله حقيقيه وتحط مصر على الخريطه بما يليق بوضعها كدولة قائدة ورائدة في إقليمها وفي محيطها الجغرافي. هذا المشروع للأسف شديد تأخر تنفيذه سنوات طويلة، يعني هي بدايته بترجع لسبعينات القرن الماضي. ويعني المهندس حسب الله الكفراوي طرح هذه الفكرة عقب حرب أكتوبر 73 على رئيس السادات، وكان في تصور يعني كان المشروع وقتها مجرد فكره مبدئيه لاستثمار والتنميه في اقليم القناه. البوابه الشرقيه لمصر باهميتها الاستراتيجيه متعلقه بالامن القومي هي النافذه اللي دايما بتدخل الاخطار لمصر من خلالها. تجربه مصر بعد نكست يونيو، بعد حرب اكتوبر، كان يعني كانت الفكره بتنطلق من انه تنميه هذا الاقليم هو حائط الصد الحقيقي لاي مخاطر محتمله على مصر، لانه انا ازرع الاقليم بالبشر وبالصناعات وهكذا. للاسف الشديد الاراده السياسيه يعني لم تكن على او التحديات اللي كانت تواجهها او الظروف الدوليه الوضع بشكل عام في مصر ما سمحش بان المشروع يعني ياخد الانطلاقه الطبيعيه او المفترضه ليه. تقلصت الفكره الى مساله انشاء مدينه حره في مدينه بورسعيد. وحتى التصور اللي كان مطروح لهذه المدينه الحره انها كانت تبقى مدينه حره صناعيه تجاريه. يعني ما تتحولش لمجرد مدينه مقفوله بتنزل البضائع من السفن وبعدين المصريين في الداخل يروحوا يشتروا التخفيضات وبعدين تظهر بعد كده ظواهر كتيره زي التهريب وهكذا. تقلص المشروع وكان في 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 وجهه نظر المهندس حسب الله الكفراوي ورئيس السادات وقتها انه يتم استخدام استثمارات صناعيه وتجاريه كبرى تنشط مدينه بورسعيد كمنطقه حره، وان ده هيبقى احد عوامل تامين المنطقه في حد ذاته. يعني طبعا لما بيبقى في تنميه مش ممكن يبقى في مش مجرد تنميه بس، يعني يبقى في صناعات ويبقى في تنميه ويبقى في استثمارات اجنبيه كبيره، فالاستثمارات دي هتدافع عن مصالحها في المنطقه، فيبقى ده شكل من اشكال تامين المنطقه. طبعا تقلصت الفكره الى مجرد انشاء مدينه حره بتبيع بضائع كده استهلاكيه بسيطه، وتجدد المشروع تاني برضه جدده المهندس حسب الله الكفراوي في بدايات عصر مبارك، وطرح الفكره في مشروع عملاق يبدا من الزعفرانه وينتهي بمنطقه بورسعيد، يعني يضم اقليم القناه كله، يبقى عباره عن مشروع واحد متكامل في صناعات، في مناطق تجاريه، مناطق صناعيه الى اخره. الرادة السياسية برضو، ودي مسألة مهمة جدا، عرقلت الموضوع وقصرته على مجرد فكرة. بدأت يعني إلى حد ما تتحرك شوية في السويس مينا السخنة والمنطقة المجاورة ليها، لكن برضو يعني وقفت المعوقات كثيرة جدا منها السياسي ومنها المتعلق بالإرادة السياسية لغاية ما بدأ الفكرة تتحقق وتنطلق في أغسطس اللي فات تحديدا بحفر القناه الموازيه اللي موجوده في مدينه الاسماعيليه. دي كانت البدايه الحقيقيه ان انا احط مشروع تنميه اقليم القناه على الارض كواقع عملي بالفعل. مشروع شرق التفريعه هو في حقيقه الامر راس الحربه في مشروع كبير متكامل اسمه تنميه اقليم القناه وسيناء. بورسعيد موجود فيها مينائين بحريين، لكن يعني الامور تتوقف فقط عند حد مرور المراكب في رحله الشمال ورحله الجنوب،
بعض الخدمات البسيطة اللي بيقدمها المينائين. ودي مسألة يعني لا تستقيم مع المنطق، يعني ازاي يبقى بلد عندها ممر ملاحي دولي كبير زي ده وما يكونش عندها الى جانب هذه الموانئ خدمات لوجيستيك تقدر تخدم على التجارة العابرة في قناة السويس. قناة السويس بتعبر فيها 20% من التجارة الدولية، وفكرة ان مصر تتحول الى دور يعني موظف كارتة بيحصل رسوم عبور فقط، دي مسألة لا تليق بوضع مصر ولا تليق بدولة عندها رغبة في انها يبقى لها حضور بارز على خريطة التجارة العالمية. الحقيقة انه يعني بداية المشروع وتوقيته مناسب جدا، العالم بيتغير، الخريطة بتتغير من حوالينا، حتى التوازنات يعني في قوة جديدة صاعدة، في قوة نهضة، القوة التقليدية بدأت تتراجع بشكل ما وتفسح المجال لقوة أخرى جديدة. يعني بقليل من التدقيق شوية يعني مصر بدأت تاخد خطوات حقيقية في تفعيل المشروع وطرحه على خريطة الاستثمارات الدولية، مش بس من السنة دي، ده من السنة اللي فاتت، من الزيارات المتكررة اللي بدأ الرئيس يتحرك فيها. زيارته للصين دي مسألة كانت مؤشر مهم جدا للغاية في مستقبل هذا المشروع. الصين من جهة بتحاول انها تاخد خطوات في طريق انها تعيد احياء طريق الحرير، طريق التجارة الدولي القديم. وقناة السويس انا في تقديري هيكون ليها راس حربة في هذا المشروع. اللي بيحصل في شرق التفريعة دلوقتي انجازه ملحمة حقيقية. للأسف الشديد يعني يمكن يعني عدد كبير جدا من المصريين ما يعرفش بالظبط بدقة ايه اللي بيحصل هنا. ما هو ايه اللي بيحصل وبس، يعني من غير تفاصيل زيادة، ولكن ايه اللي مصر هتستفيد منه؟ يعني الناس عايز تعرف طب ايه اللي هنستفيد من شرق التفريع، ايه اللي هيحصل هناك خلينا احنا نحس بفرق في حياتنا؟ هتستفيد بانه يعني ببساطة شديدة قوي، لما بلد زي سنغافورة مثلا تكون بتحقق 120 مليار دولار ايرادات في السنة وهي ما عندهاش قناة زينا، انت المستهدف ان انت تحقق جزء أكبر. كبير او يعني كمية اكبر، يعني رقم اكبر من هذا الرقم في حالة ان انت تستغل المساحة. انت بتتكلم في 75 كيلو متر مربع في منطقة شرق التفريعة، بتتكلم عن مجموعة ارصفة هيبقى بتقدم خدمات لوجيستيك، يعني خدمات دعم للمراكب المعدية، من التمويل، من الصيانة، اماكن لتخزين الحاويات. انت بتتكلم عن منطقة صناعية كبيرة ضخمة جدا، هتبدأ تشتغل في الصناعات التكميلية. يعني معظم الصناعات دلوقتي بتتم يعني الشركات الكبيرة مثلا في اليابان ما بتقدمش منتج، يعني ما فيش منتج خارج من اليابان، انما في منتج بيتجمع في الهند مثلا. الادوات يعني قطع الانتاج اللي بتنتجها الشركات اليابانيه بتنقلها في مراكبها علشان تروح لمناطق التجميع مرورا بقناه السويس. طيب هل انا دوري هتوقف عند ان انا اخد رسوم من المركب اللي معديه واخلي دوله تانية تستفيد بان يبقى فيها مراكز التجميع دي؟ لا، انا عندي مساحه ارض، احنا بدانا نعمل البنيه الاساسيه الكامله لهذه المساحه 75 كيلو متر مربع، هتبقى جاهزه للاستثمار. طيب احنا هنقف عند النقطه دي، لانه احنا هنعمل البنيه الاساسيه وممكن ان احنا نبدا نبيع المشروع ونلم تكاليف المشروع حتى من قبل ما نشوفه على ارض الواقع، وده دول كتير جدا بتعمل كده، وهي دي الشطاره في الموضوع. يعني اللي عملته الدوله خلاص الحمد لله ان احنا ابتدينا نحط البنيه التحتيه. الاوبريشن بقى وبيع المشروع هو ده اللي لازم يتم. لا احنا ما بنبيعش. ليه بقى؟ احنا ما بنبيعش ارضنا. احنا لا احنا مش فكرة ان احنا نبيع ارضنا، فكرة ان احنا نجيب بقى ناس تبدأ بالزبط. هي تدفع فلوس وتستغل المرحلة دي. المرحلة التالية للتنفيذ، انه يبقى في ماركتنج للمشروع. انا بطرح المشروعات الموجودة للاستثمار المحلي، وده بيفجر قضية في منتهى الخطورة، هي فكرة الرأسمالية الوطنية. فين الرأسمالية الوطنية؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي لتاني مرة بيتكلم في خطاب رسمي اللي بوجهه للناس مع رجال الاعمال المصريين. الخطاب اللي فات الاخير اللي اتكلم فيه ادى فيه تطمينات كبيره جدا للراسماليه الوطنيه، فيما يعني يلا اتفضلوا ارموا بياضكم ورينا انتم ممكن تعملوا ايه. الموضوع
محتاج فعلا الرأسمالية الوطنية تتحرك بجد. ما ده مش هيحصل غير لما يبقى فيه فيجن، في حد يقعد معاك كده ويقنعك انه ده كذا وكذا وكذا، وانت هتستفيد كذا والدولة هتستفيد كذا، الماركتنج بلان زي ما حضرتك بتتكلم. ده المفروض يكون بيحصل في الفترة الحالية. ده جزء كبير من دور الإعلام. يعني دور الإعلام انه يتحرك دلوقتي ويروح بالكاميرات بتاعته ويصور ويقدم للناس، والرئيس دعا ده واتكلم لثالث مرة على الأداء الإعلامي. يعني لازم كاميرات التلفزيون الرسمي للدولة تتحرك وتروح تصور وتشوف الإنجاز اللي بيتم على أرض الواقع إيه. وإذا مؤسسة الدولة الإعلامية الرسمية ما اتحركتش وقامت بالدور ده، إحنا مش هننتظر من مؤسسات منافسة إنها تقدم هذا الدور. إحنا قدام مشروع، يعني أقدر أقول وأنا مطمن جدا إن إحنا بنعمل حاجة يمكن تكون تضاهي السد العالي اللي احنا بنيناه في الستينات. احنا بنتكلم على مشروع متكامل للتنمية هيشمل اقليم كامل، بورسعيد في الشمال، اسماعيلية في الوسط، والسويس وغرب شمال غرب خليج السويس في الجنوب، جبل الحلالة. هذا المشروع يعني بيتزامن مع شبكة متكاملة من الطرق، مع شبكة متكاملة من الانفاق هتعدي تحت القناة، بيتزامن مع يعني المشروع الجديد اللي مصر بتعمله في الضبعة دلوقتي، مشروع المحطة النووية للطاقة. يعني اقصد اقول انه مصر بتتحرك في اتجاه يعني في اتجاه مباشر للمستقبل بخطوات واثقة جدا وقوية وثابتة على الارض، انما مترابطة كلها بتخدم الوطن في الاول. انما احنا محتاجين فعلا انه الناس تبدا تحس بده بالفعل وتتحرك بخطوات متوازية. يعني احنا فضلنا لسنين طويلة نتكلم على انه الارادة السياسية للدولة متراخية، وان مفيش تصور للمستقبل، مفيش خطط. دلوقتي بقى عندنا خطط وعندنا تنفيذ على ارض الواقع. حضرتك يعني طرحت نقطة مهمة جدا اللي هي الاستثمار الوطني، لان الاستثمار الاجنبي دلوقتي ما نتوقعش انه هيجي بالكم اللي احنا محتاجينه. صحيح. لظروف المنطقة مش لمصر بس، يعني المنطقة كلها ساخنة وفي استثمارات هتخاف تيجي المنطقه دلوقتي في الظروف دي، حتى لو حاولنا نوفر له على قد ما نقدر الضمانات او القوانين زي قانون الاستثمار لما يطلع اللي ممكن يريحه شويه. ممكن تيجي الاستثمارات ولكن مش هتبقى بالكم المطلوب. ففعلا لازم المجتمع رجال الاعمال المصري يبتدي بقى يبقى في تشجيع ليه انه يستثمر هنا ما يطلعش بره. يعني في رجال اعمال في مشروعات بره كتير، في اسماء حضرتك بتنزل في فوربس يعني مصنفه دوليا من اكبر 10 اثرياء في العالم، واكبر مصانع بره في امريكا وفي اوروبا اتفضلوا يجوا هنا يعني اتفضلوا يعني اتفضلوا. في اسره راسماليه كبيره جدا في بريطانيا، هي اسره روتشيلد، هي اللي عملت دوله اسرائيل، هي اللي مدت اول شبكه خطوط سكه حديد، هي اللي بنت اول مستعمرات في اسرائيل. لما تبقى اسره راسماليه كبيره في بريطانيا تصنع دوله، والدوله دي لسه عامله لنا مشكله وعامله لنا ازمات وهتفضل عامله ازمات في المنطقه، والراسماليه الوطنيه المصريه بتعمل استثماراتها بره، يبقى انا لازم اتحفظ قوي على كلمه الوطنيه دي. الراسماليه الوطنيه المصريه لازم تحط استثماراتها في مصر وتثبت لنا انه هي وطنيه بالفعل. يعني هو بصراحة في تقصير من الإعلام بشكل كبير زي ما حضرتك ذكرت. يعني أنا بتخيل أنه في المرحلة الحالية والمستقبل القريب لازم وسائل الإعلام، وأنا بتكلم تحديدا مثلا على التلفزيون المصري اللي هو مملوك للشعب، التلفزيون الوطني، مش هقول تلفزيون الدولة ولا الحكومة ولا أي حاجة، نبدأ نعمل زي ما بيعملوا في الحروب، مش بيحطوا البلان كبيرة كده وبعدين نبدأ نشوف احنا نعمل ايه عشان نخدم البلان الكبيرة دي. كل حد فينا بيشتغل بس في جزر منعزلة عن بعض، ودي مأساتنا ان احنا ما بنعرفش كمان ان احنا نبيع المستقبل اللي احنا يعني مقبلين عليه، ومقبلين عليه بخطة واضحة زي ما حضرتك بتقول، وفي نفس الوقت بخطة ثابتة وواضحة وبفيجن اللي كان بينقصنا على مدار سنين كبيرة جدا. فأأمل انه ده احنا يعني تتضافر الجهود ما بين التلفزيون الرسمي وما بين المؤسسات الصحفية الرسمية برضو في نفس الدقيقة، كلنا نخدم بعض وفي الاخر احنا بنصب في مصلحة الوطن والشعب المصري. صحيح صحيح. صح ولا غلط؟ صحيح. فاحنا لازم نبدأ نشتغل على النقطة دي. صحيح. نرجع ونقول على الاستثمارات الوطنية، ودي برضو لازم ان احنا نبدأ ان احنا نطرح الوين وين سيتويشن. لازم نبدأ يعني مش كفاية بس ان هو يبقى وطني، انا عايزك وطني، بتحب بلدك وعايز تعمل استثمارات في بلدك، بس انت كمان هتكسب. صحيح. ابدأ اسوق للفكرة دي ازاي؟ صحيح.
يعني المستثمر دايما بيتحرك على المساحة اللي هيحس انه هيحقق منها ارباح. انا مش هتكلم على المسؤولية الوطنية او المسؤولية الاخلاقية لرأس المال المصري في انه يتحرك ويروح لهذه المنطقة، لكن يعني المستثمر المصري محتاج ايه اكتر من يعني جغرافيا بتقول انه بورسعيد يعني هي افضل ميناء موجود تقريبا في حوض البحر المتوسط. نحتاج ايه لمرفق حيوي بتمر فيه 20% من تجارة العالم، ومينائين بأرصفة بحرية متكاملة ببنية أساسية متكاملة الدولة هتوفرها، والميزة كمان انه من قوانين ممكن تتغير فبالتالي تأثر مزبوط عليه. مظبوط. بالتوازي من المؤكد انه البرلمان اللي جاي هيبدأ يتعامل مع قوانين الاستثمار بما يليق بيها، لانه انت قدام مشروعات عملاقة جدا، لا يمكن المشروعات دي الدولة تقوم بالبنية الأساسية بتاعتها وتتوقف على إجراءات روتينية أو على نصوص قانونية يعني لا تتماشى مع حجم هذا الاستثمار. أنا بتصور إن ده تحدي تاني برضو للبرلمان الجاي. إحنا قدام مننا تحدي الإعلام إنه ينقل للناس الصورة الحقيقية اللي موجودة، الملحمة اللي بتتبني في إقليم القناة. عندنا تحدي للرأسمالية الوطنية إنها ترمي بياضها للناس وتورينا هتعمل إيه. عندنا تحدي لنواب مجلس الشعب الجديد ان هم يبداوا فعلا يعملوا مراجعه شامله لكل قوانين الاستثمار وتبقى حاضره على الترابيزه، وبالتالي في خلال سنتين، والرئيس ضغط في انه المشروع يتم تنفيذه في سنتين، المفروض كان يتم في 10. انا شفت فعلا الملحمه دي بتتكرر بعناية في التفريعه الجديده اللي تمت، يعني قناه السويس الجديده بالفعل. يعني انا واحد من ابناء محافظه الاسماعيليه واعرف كويس قوي طبيعه الارض دي كانت شكلها ايه. يعني انت قدام قناه السويس بتطلعي يعني رمال صفراء ممتده وقاسيه، ان انت فجاه تلاقي مركب بتعدي في الرمله دي في خلال سنه واحده، لا احنا قادرين. طبعا احنا قادرين، لكن المصري دايما المصري يعني ابن الحضارات الزراعيه، مكار شويه، مش مكار، ذكي حويط يعني. ما بيعملش مجهود الا لما بيحس ان هيلاقي مردود لهذا المجهود. لما الاراده السياسيه كانت واضحه، احنا عندنا في ظرف استثنائي يعني ما بيتكررش الا يمكن كل 40 50 سنه انه يجي قائد من نفس الشعب مرتبط بهذا الشعب ويبقى عنده حلم وعنده فكره وبيناضل علشان يحققها، فبيسحب المصريين وراه. جمال عبد الناصر عمل ده في الستينات، رغم انه التحديات اللي كانت بتواجه مصر في الستينات يمكن كانت اخطر من التحديات اللي بتواجهنا دلوقتي. صحيح كانت العداوات او الاعداء كانوا واضحين خلال فتره الستينات، انت مشكلتك دلوقتي ان انت بتحارب على اكثر من جبهه، يعني في مختلف الجبهات، انت بتحارب اعداء في الداخل، واعداء في الداخل مش شرط انه يبقى رافع السلاح، لا العدو اللي في الداخل هو اللي بيقوض كل فكره جيده الدوله بتعملها، هو اللي بيسخر منها. هو اللي بيحاول يصدر فكره انه دي مشروعات للاستهلاك المحلي وما لهاش اي مردود. لا اتفضل حضرتك روح شوف بعينك الانجاز اللي بيتم هناك. لا، ما الفئه دي من الناس اللي حضرتك بتتكلم عليها مهما حتى وديته وشفته وشفت الاراده وهو داخل، نعم، مش هيصدق، لان هو فكرته ان هو تصدير الاحباط ويهم ويعني ويحط من عزيمته. احنا دورنا دلوقتي في الاعلام وفي الصحافه، دورنا صناعه الامل. يعني دورنا صناعه الامل، احنا ما بنكذبش على الناس. انا اقترحت من فتره انه ايه اللي يدير الجامعات المصريه مثلا، وده كان بيحصل في فترات سابقه، انه اتحادات الطلاب تنظم رحلات لطلبه الجامعه يروحوا يشوفوا مشروع شرق التفريع. ماذا يدير وزاره التربيه والتعليم؟ انها تنظم حفلات يعني رحلات لطلبه المدارس يروحوا يشوفوا. يعني المفروض يبقى فيه فعلا حمله كامله لمسانده المشروع ولتوضيح للراي العام اهميه تمام. المشروع ده، وان زي ما حضرتك بتقول لازم نبني الامل ده، والامل ده على اسس، لان في حاجات بتحصل فعلا. صحيح. مش بس بنقول للناس في امل في بكره. صحيح. استاذ احمد ابو المعاطي الصحفي في جريده الاهرام، شرفتنا النهارده وشكرا على وجودك معانا. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا استاذ. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقاء مصر جميله وفقرتنا القادمه عن مستقبل الطاقه النوويه في مصر، ولقائنا هيكون مع الاستاذ الدكتور احمد يحيى شاش، استاذ بكليه الهندسه جامعه القاهره وعضو اتحاد الصناعه. فاصل نرجع لكم.